ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه هنبتدي نسمي الله ونصلي على حضره الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني حاجه جاي لكم فيديو جديد النهارده، ده كملت الفيديو بتاع الرقاق. معايا معلقه زبده ومعايا معلقه زيت ومعايا بصلتين اتنين متوسطين. يلا بينا عشان نعمل احلى رقاق باللحمه المفرومه رول كده يا جماعه. خلاص نزلت البصل على الزبده والزيت، اول ما يبدا معايا وريحته تظهر نضيف اللحمه على طول. خلاص يا جماعه البصل معانا دي زي ما انتم شايفين كده، معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، لو حد اي كميه عندي فيها ضيفيها، ونقلبه كويس مع بعض لحد ما لون اللحمه يتغير. خلاص اللحمه بدات لونها يتغير يا جماعه، انا ما ضفتش لسه اي بهارات. هنضيف بقى كمون وفلفل اسود. خلاص يا جماعه اللحمه بدات معانا تنشف معانا زي ما انتم شايفين كده، ما ضفتش اي توابل لسه. هضيف بقى شويه فلفل اسود كمون كده وشويه كمون، ونديها تقليبه وشويه ملح نسبه الطعم. نشفت معانا وتعصرت تمام. هضيف حته قرن فلفل اخضر كده، لو بتحب سبايسي انا ضفت حته صغيره سبايسي، وبشرة طماطم كمان هنسيبها بقى بس تتشرب وبعدين نشوف هنعمل ايه. خلاص يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اللحمه معانا اتعصرت ما شاء الله، طالما ما بتجيبش ميه في الطاسه بتاعتنا يبقى كده معنى كده ان اللحمه خلاص معانا ناجحه. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. خلاص يا حبايبي اللحمه معانا اتعصرت وزي الفل، لونها تحفه، شايفين لونها يا جماعه ما شاء الله تحفه. عملت سخنت شويه زبده، يلا بينا بقى الرقاق اللي احنا عملناه مع بعض هنعمل فيه ايه. شايفين الرقاق ما شاء الله طري وزي الفل. هعمل فيه ايه بقى يا جماعه؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. معايا زبده، هدي دهنه بسيطه خالص يعني لا تسكر بس عشان يبقى طعمه حلو. بس قبل ما اعمل كده معايا صينيه قليله اهي عشان خاطر الايه الرقاق معانا الرول الجميل ده. انا عملت معاكم الرقاق ونزل على ما اظن نزل، اللي هو الرقاق اللي هو الايه القطع اللي هو بتاع العيد الكبير، كان تحفه برده. بس انا كنت شاريه بصراحه الرقاق من بره، رقاق ناشف. دي بقى بطريقه ثانيه. خلاص دهنت الصينيه زي ما انتم شايفين كده، هاتني اول حته كده زي ما انتم شايفين كده حته صغيره كده، وهنضيف اللحمه على ما انت على ما انت حابه بقى الكميه اللي انت عايزاها. خلاص هبدا بقى اقفله زي ايه سندوتش الشاورما كده. خلاص ونبدا نلف لفه بسيطه كده ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. خلاص خلاص يا جماعه خلصنا. شايفين يا جماعه ما شاء الله عملت كام رول من الرقاق من اللحمه تحفه بجد كده. خلاص خلصنا يا جماعه الرول الرقاق تحفه. يلا بينا معايا كوبايه من الحليب دافيه شويه، هنضيف عليها ايه بقى؟ معلقتين من الزبده اللي انتوا شايفينها دي، دي التشريبه بقى يا جماعه اللي احنا هنشرب بيها الايه؟ الرقاق بتاعنا. رشه كمون، رشه فلفل اسود، وكمان شويه ملح. مش هنضيف بيض يا جماعه ولا اي حاجه، الرقاق بتاعنا مش محتاج ايه ان هو ايه يتنفخ معانا في الفرن او حجمه يكبر، لان هو الرقاق ما شاء الله ايه تحفه كده. يلا بينا بقى ايه نزيد الرقاق بتاعنا الجميل ده بالتشريبه بتاعتنا. انا ولعت الفرن على درجه حراره 200 بقالي 10 دقايق، هسيبه دقيقة واحدة معايا يبدأ يشرب بس الايه الحليب بتاعنا اللي احنا ايه ضفناه ليه كده، وبعدين هضيفه في الفرن. يلا بينا. شايفين يا جماعة الجمال ما شاء الله، لسه سخنة لسه مطلعاها حالا. شايفين ما شاء الله تحفة، أول ما تطلع من الفرن تروحوا مغطيينها تاني عشان تطرى معانا كده. يلا بينا بقى يا جماعة نقطعها، بس الأفضل
وهي قبل ما تخش الفرن تتقطع. انا نسيت الايه النقطه دي يا جماعه، انتوا يا ريت ما تنسوهاش انتوا كمان. خلاص يا جماعه بدأنا نقطعها كده، عايزه بس تبرد شويه عشان تسلك معاكي. شايفين الجمال يا جماعه؟ انا عايزه اوريكم بس الجمال. شايفين ما شاء الله، والتسويه من تحت تحفه ما شاء الله، وطري من جوه ومقرمش من بره. عايزه اوريكم بس الجمال. خلاص يا جماعه الفيديو معانا خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون اعجابكم. لو في اي استفسار ممكن تكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والى اللقاء، باي باي.